كل شيء جاهز هنا بقمرة القيادة، تحضيرا لانطلاق أول رحلة جوية مباشرة للخطوط الجوية الجزائرية تربط شمال القارة الإفريقية بأقصى جنوبها من مطار الجزائر إلى مطار جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا بمعدل رحلتين أسبوعيا. يعتبر هذا الخط الوجهة السابعة في إفريقيا والمستخدمة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية والخامسة والأربعون دوليا، ويأتي هذا الخط لتدعيم برنامج وشبكة الشركة وسيسمح لها بفتح أجنحتها لتعم إن شاء الله في الأشهر والسنوات القادمة دول إفريقيا وكذلك أكبر مدن العالم. الخطوط الجوية الجزائرية وضعت أسعارا تنافسية ورفعت من قيمة الخدمات المقدمة لزبائنها في هذه الرحلة وغيرها، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة الانفتاح نحو العمق الإفريقي وتبوئ شركة الخطوط الجوية الجزائرية المكانة التي تستحقها. درنا أسعار يعني جد تنافسية، وين ما يلقاوهاش عند مام يروح على يدير مسافة أطول ووقت أطول، ولكن عندنا الأسعار تاعنا أحسن. الجالية الجزائرية بجنوب أفريقيا عبرت عن سعادتها بافتتاح هذا الخط الذي اختصر المسافات وألغى أزمة الانتظار الطويلة عبر مطارات أخرى من أجل الوصول إلى الجزائر أو جوهانسبورغ. لازم تروح من دبي ولا من قطر، اليوم الحمد لله والله فرحونا تقلع العشية صباح راك في الجزائر راك في دارك والحمد لله. نهنئ الجزائر قاطبة بهذا الخط الجديد الذي سيفتح آفاقا جديدة للمسافرين وخاصة العابرين عبر الجزائر، والذي سيساهم أيضا بنقلة نوعية في مجال نقل السلع والبضائع. بعد فتح الخط المباشر بين البلدين، التحدي الآن أمام وكالات السياحة والأسفار الجزائرية لتحقيق الاستقطاب السياحي من أفريقيا، خاصة في ظل توفر كل عوامل الجذب السياحي في الجزائر. اليوم هذا الحضور تاعنا حنايا هو اللي خلينا نكونوا صورة وسفراء للجزائر، بنقدموا وش كاين منتجات والربط بالعلاقات مع هذه الوكالات السياحية لنكونوا نقطة عبور للشركة السياحية هذه، ونكونوا أعين للجزائر أن نقدموها بأحسن صورة ونمثلوها بأحسن تمثيل. نود أن نستثمر في هذه الفرصة العظيمة التي تربط شمال القارة بجنوبها من خلال إقامة عدة علاقات مع مختلف الفاعلين في مجال السياحة، كما نود الترحيب بكل المسافرين والسياح القادمين إلى جنوب إفريقيا عبر خطوط الجوية الجزائرية. جنوب أفريقيا لن تكون الوجهة الوحيدة المباشرة التي تفتتح خلال هذه الفترة، بل هنالك وجهات أخرى تكتسي أهمية كبيرة ستدخل حيز الخدمة قريبا. إجراءات في مراحل متقدمة جدا للإعلان عن فتح خطوط جوية جديدة نحو دولة بالكاميرون، أديس أبيبا بإثيوبيا، وأبوجا بنيجيريا. أما فيما يخص فتح خط جزائر كاراكاس والذي سيربط أمريكا اللاتينية بإفريقيا، فإنه تبعا لاتفاق الجوي المبرم بين الجزائر وفنزويلا، فإن هذا الأخير يعرف لمسات الأخيرة لدخول حيز الخدمة. الانفتاح على أفريقيا والعديد من عواصم دول العالم عن طريق ربط الجزائر العاصمة بخطوط جوية مباشرة بهذه الدول هو ما تسعى لتحقيقه الخطوط الجوية الجزائرية، خاصة وأنها ستتعزز ب15 طائرة جديدة بداية من مطلع 2025.